مشاهدينا الكرام كنت أقولها خلاص ننتقل من استوديو برنامج قهوة الصباح إلى محافظة مسندم حيث الزميل نجم بن عبد الله الشحي سينقل لنا تفاصيل البرامج السياحية للسياح هناك بهذه المحافظة الجميلة. صباحات الخير والجمال لك يا نجم وإليك الكلمة وما فيها من تفاصيل. صباح الجمال ومتعة صباح هذا الصباح المشرق الجميل حقيقة ونسمات الهواء البارد الحقيقة وأجواء مسندمة المميزة دائما وأبدا، وهذه الأجواء بلا شك تجتذب دائما أفواج سياحية كثيرة في هذه الأوقات. إذا ما علمنا أيضا أنه الموسم السياحي في محافظة مسندم يبدأ من شهر أكتوبر ويستمر حتى مارس أو أبريل من العام التالي، وبالتالي في عام 2018 بحدود ما بين 300 إلى 400 ألف سائح زاروا محافظة مسندم جوا برا وبحرا أيضا. وكما تشاهدون خلفي أيضا أحد السفن السياحية العملاقة تتواجد على ميناء خصب، ونحن هنا من هذا الميناء من ولاية خصب حقيقة سنتحدث اليوم عن البرامج السياحية التي تقدم لهذا السائح الذي يزور المحافظة. ماذا يقدم لهذا السائح؟ أين يذهب؟ هل الشركات السياحية الموجودة في المحافظة تقوم بأداء هذا الدور بشكل كامل، الترويج السياحي وما إلى ذلك؟ الكثير من التفاصيل في هذا الحوار سيكون معي الأخ أحمد بن مسعود الشحي هو صاحب أحد الشركات السياحية تحديدا شركة دولفين خصب للسياحة، نتحدث حول هذا الموضوع. صباح الخير أحمد وسعداء بوجودك معنا. السياحة في محافظة مسندم طبعا معروف أن محافظة مسندم لها يعني مكانة خاصة في السياحة على مستوى السلطنة وعلى مستوى المنطقة. أنتم كشركات سياحية في البداية نتحدث عن دوركم في اجتذاب هذا السائح، ما هي البرامج التي تقدم لهذا السائح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير الأخ نجم، صباح الخير أخوان المشاهدين. أستاذي الكريم، هناك أنواع كثيرة من البرامج اللي احنا نقدمها، ولكن يسبق هذه البرامج عملية تسويقية تحت مظلة وزارة السياحة، ومن ثم تأتي العملية التسويقية الأخرى اللي هي مجتهدة من الشركات نفسها، ومن ثم احنا نعرض هذه البرامج حسب الطلب في السوق المحلية والسوق العالمي. من هذه البرامج طبعا عندنا برامج اللي هي نحن نسميها نصف يوم، اللي هي طبعا البحر بالسفينة التقليدية لغاية جزيرة التليغراف التاريخية ومن ثم العودة إلى ميناء خصب. من خلال هذه الرحلة احنا طبعا بنشوف الأحياء المائية، منها الدلافين، منها السلاحف، منها أيضا البيئة البحرية اللي هي الطيور، منها أيضا بنشوف القرى الساحلية المتاخمة لخور الشم. طبعا هي بتكون جولتنا طبعا في خور الشم. هذه القرى السياحية طبعا بنشوف فيها الحياة اليومية للصياد، الحياة اليومية للناس المتواجدين في هذه القرى. برنامج هذه الرحلة يتكون من 3 ساعات، يعني مدته من 3 ساعات ونص إلى 4 ساعات تقريبا، ونقدمه فترة صباحية وفترة مسائية نتقاسم فيه الوقت. أما البرنامج الآخر اللي هو احنا بنسميه اليوم كامل، طبعا بدايته من الساعة 10 الصبح إلى الساعة 4 العصر، تدخل له أيضا إضافة إلى جزيرة التليغراف، جزيرة صيبي وقرى أخرى اللي هي قرية صيبي أيضا. بتكون مع هذه الرحلة نقدم أيضا بعض البوفيه الخفيف، إضافة إلى بعض العصائر بعض الفواكه اللي هي موجودة أيضا. من خلال هذا البرنامج هو إضافة لهذه الرحلات بإمكانك أنت تشوف بيئة أوسع، بيئة بكر يعني متواجدة في مسندم. أيضا بتشوف صفاء الماء، بإمكان السائح السباحة مع أسماك المرجان المتواجدة بهذه الجزر، ويقوم أيضا بإطعامها. هذه هي بالنسبة للبرامج البحرية. أيضا معنا برنامج أيضا برنامج الغوص اللي هو يبدأ حسب اختيار، احنا نعرض البرامج هذه وطبعا اختيارها يتم من قبل السائح فالبرنامج الغوص هو أيضا يبدأ فالعملية من الانتقال إلى القوارب الغوص طبعا مع الإعارة كامل المعدات اللي هي طبعا الجاكيتات مع الأنابيب الهواء مع الأخطبوط مع كامل المعدات، ومن ثم نغادر إلى أماكن الغوص. أماكن الغوص هذه هي محكورة في بعض المناطق اللي هي قبالة مضيق هرمز، اللي هي جزيرة راشد
وبعض الجزر اللي هي موجودة بالقرب من المضيق، ومن ثم أيضا العودة. وهذه البرامج اختيارية بالنسبة للبرامج البحرية. ننتقل أيضا إلى البرنامج الآخر اللي هو برنامج الرحلات الجبلية. وفترة البرنامج الرحلة 3 ساعات تقريبا، من الانتقال من ميناء خصب إلى أعلى قمة في محافظة مسندم وهي جبل حارم. منها بنشوف بعض المستحاثات المتواجدة من 250 مليون سنة اللي هي بقايا أسماك وبقايا بعض المستحاثات. من ثم ننتقل إلى المحيط الطبيعي، منطقة السي، يعني بتكون خضرة بقدرة القادر. منها أيضا بننتقل إلى الخالدية، بعض أيضا منتزه طبيعي. ومن ثم بنروح على خور النجد بما يشكل أنه بانوراما خلفية للسائح بيستجم فيها. ومن ثم ننتقل إلى بيت القفل لنعرض على السائح ثقافتنا الاجتماعية الإسكانية سابقا، بما يحتوي هذا البيت من كيف تخزين المؤن، وكيفية كيف أنه سمي ببيت القفل، لسر القفل، كيف أن أبناء مسندم الجبل اللي هم ساكنين المناطق الجبلية كيف أنهم يفتحوا هذا القفل. نتحدث أيضا عن عملية الترويج التي تحدثت فيها في البداية، هل ترى أنها عملية الترويج لمحافظة مسندم أو للسياحة في محافظة مسندم، هل هذا الترويج كافي؟ دوركم أنتم أيضا تحديدا في هذا الترويج للمحافظة كما نعلم. الترويج هو بمثابته هو احنا لو نقول انه هو ما كافي طبعا، لانه ترويج يسبق وسائل اعلام. هذه الوسائل الاعلام لازم احنا نجذبها، سواء كانت وسائل اعلام مرئيه، سواء كانت وسائل اعلام الان مثل السوشيال ميديا فحسب الاختصاصات. لكن احنا نرى ان الان التسويق السياحي مختصر على المعارض العالميه اللي هو معرض برلين، معرض لندن، وهذه المعارض يعني هي لتعارف الشركات والتواصل. اما فيما انك انت المعروض هو الان اصبح انك انت بامكانك تعرضه على السوشيال ميديا، اما بالساعه يمكن يشوفوا فوق 10 ملايين شخص اذا انك انت عندك قنوات إعلامية صحيحة، وكيف أنك أنت اختيارك لهذه القنوات الحقيقية الصحيحة يعني. طيب نتحدث عن حوالي 300 ألف إلى 400 ألف سائح سنويا لمحافظة مسندم. أنتم كشركات سياحية العدد الموجود، هل العدد كافي؟ هل يستوعب هذا العدد من السياح؟ بداية من شهر 10 لغاية اليوم تاريخ 25 أكتوبر احنا استقبلنا تقريبا 40 ألف سائح. هل ان هذه 40 سائح الجهات الاختصاص يحبذ عليها ترى ان هناك للتصحيح 40 ألف سائح فقط من السفن السياحية العملاقة فقط، وليست السياح من البر ومن الجوار، هذه من السفن السياحية العابرة العملاقة. هناك جهات اختصاص هي عليها رؤية هل أنه في عملية تكافؤ بين هذا العدد المستقبل اللي احنا عملنا له دعاية في معارض وكلفت الدولة الشيء الكثير، هل في تكافؤ بين العملية قصدي جذب هذه الزائرين والخدمات المتواجدة في الولاية. فهناك لازم تعمل دراسة على أن هل أن يتوجب أنت تستدعي لولايتك أو لمنطقتك 40 ألف، هل إن الخدمات متكافئة مع هذا العدد؟ هذه هي رؤية الناس اللي هم أصحاب الاختصاص. من ناحية أنا بشوف إن هي ما فيها عملية ما فيها تكافؤ، ما متكافئة هذه العملية من ناحية الخدمات، من ناحية النقل، من ناحية كثير. فإحنا نبذل جهد كبير على أن إحنا 40 ألف هذه أو في اليوم يعني بمعدل 4000 أو 5000 سائح، وسائل نقل مش متواجدة في المنطقة. إذا أنه مثلا أنه الناس هذه بغوا بعض المشتريات، طبعا موجودة المشتريات لكن ما متنوعة، ما هي ما تمشي معهم. لو رصدنا على بعض المقاهي، بعض الأشياء الخدمية اللي هي لا ننسى أن هذه الناس فيهم بعض الناس اللي هم العجز، فيهم الأطفال، فيهم النساء، وتحكمهم ظروف إن استخدام هذه الخدمات. فلازم تكون هذه المرافق الخدمية متواجدة على الميناء، متواجدة على الشواطئ، متواجدة أينما تكون، يعني أنك أنت تجذب هذا السائح سواء كنت في البحر أو كنت في
الجبل. فأنا أيضا احنا نعاني من الرحلات الجبلية، انت تشيل معك في السيارة أربعة أشخاص بمعدل أربعة أشخاص بالفور ويل، فاحتياجه لهذه المرافق ضروري طبعا، أن ثلاث ساعات رايح على جبل ضروري أنه تكون في خدمات، تكون في مقاهي على الجبل، تكون في بعض الأشياء اللي هي تخدم السائح. ونتمنى إن شاء الله أنه بالفعل الخدمات تتطور في المحافظة، وهذا مطلب، والهدف كما نعلم أيضا في محافظة سندب أن يصل عدد السياح تقريبا في الأعوام القادمة إلى ما يقارب من 1,200,000 سائح، وبالتالي لابد بالفعل الوقوف عند هذه النقطة بشكل جاد بتوفير المرافق والخدمات بشكل يجذب هذا العدد من السياح ويوفر لهم الراحة أثناء زيارتهم للمحافظة. إذن هذه البرامج السياحية، أيضا تحدثنا عن موضوع الأعداد السياحية واستيعاب الشركات لها والجهود التي تبذلها هذه الشركات في محاولة لإعطاء هذا السائح صورة جميلة عن محافظة مسندم بشكل خاص وعن السلطنة بشكل عام. هذا ما لدينا اليوم سيف حقيقة في هذا الربط المباشر من ولاية خصب بين محافظة مسندم. نتمنى إن شاء الله أن نكون قد ألمنا في هذا الموضوع أو تحدثنا عن الموضوع هذا بشكل كافي، وإن شاء الله نتمنى أنه القادم يكون أفضل بالنسبة للسياحة في محافظة مسندم سواء على مستوى الترويج أو تقديم الخدمات المناسبة للسائح الزائر للمحافظة. العودة نعم. لكم سيف في الاستوديو. نعم، شكرا لك نجم بن عبد الله الشحي، والربط المباشر كان من محافظة مسندم. شكرا لك وأيضا لضيفك الكريم اللي عرفنا بالفعل على البرامج السياحية الجميلة الموجودة في محافظة مسندم. الجميل أن الواحد يستغل